معك مهمل شاي قحطاني، خريج بكالوريوس تقنيه معلومات، اعمل شركه الاتصالات السعوديه كمدير مبيعات، وكان لها يعني بصمه حياتي لو جامعه سعوديه الكترونيه اني قدرت اسوي اداره للوقت تايم مانجمنت. يعني كانت عندي بعض الاشكاليات ان كيف اسوي بايوريتي، كيف اسوي حتى الموضوع ان اداره الوقت، هذه كانت جدا كنت ضعيف فيها. بس اللهم لك الحمد، ما دخل الجامعه قدرت حتى اني اوزع وقتي بيني وبين العائله وبين الدراسه وخاصه بين العمل. ثم انت شايف يعني موضوع مبيعات شوي تكون فيها هدك وهذا، بس اللهم لك الحمد. اسمي حازم السباعي، انا اعمل بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، وهو طبعا احد مبادرات وزاره البترول والثروه المعدنيه لتدريب وتطوير الشباب السعودي للانخراط في سوق العمل. طبعا انا رئيس قسم الاي تي بالمعهد، وانا خريج كليه قسم تقنيه معلومات من كليه الحوسبه والمعلوماتيه فرع الدمام. طبعا تجربتنا بالجامعه تجربه يعني جدا مميزه، مرينا من خلالها بالعديد من التحديات والصعاب، وطلعت افضل ما فينا. يعني الجامعه فعلا يعني في اشياء توقعنا ما راح نقدر نعملها، والحمد لله يعني تحدينا انفسنا وقدرنا نوصلها واكثر كمان. جهود الجامعه كانت فعلا جهود جباره، احنا بدانا مع الجامعه من البدايه، فمرينا بكل مراحل تطور الجامعه وشفنا ان الجامعه كيف حريصه على يعني حل اي مشكله تواجه الطلاب وتقديم الافضل لهم من جميع النواحي. الاسم خليل ضيف الله، فايز الشهري، خريج بكالوريوس معلوماتيه صحيه، عملي حاليا في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر كمدير اداره المعلومات الصحيه في المستشفى. الهيلث انفورماتيك او البكالوريوس اللي انا اخذتها هذه اضافت لي شيء كثير من ناحيه المانجمنت، من ناحيه الاداره، من ناحيه التقنيه، ومن ناحيه اتخاذ القرار. الاشياء هذه انا اقول لك كانت موجوده قبل الدراسه، ولكن بنسبة قليلة جدا. يعني ما عندك أنت النولج أو المعلومة اللي تقدر توصلها لهم، خاصة الإدارة العليا، لكن أنت اكتسبت المهارة من الدراسة واكتسبت المعلومة، فأنت عندك القوة أنك تدير وتعرف التقنية الجديدة وكذلك تتخذ قرار في مجال عملك. أنا اسمي جهاد محمد قاري، طالب في الكلية الصحية تخصص المعلوماتية الصحية في فرع المدينة المنورة، وأعمل في أحد البنوك المعروفة في المملكة العربية السعودية كمشرف لأحد الأقسام المهمة في البنك، ومتأكد أنه حتكون أقوى وأفضل جامعة موجودة في المملكة العربية السعودية، وربما تنافس أفضل الجامعات العالمية. الجامعة مقبلة على تطور ممكن يسهل لهم العملية التعليمية أكثر. أيوة، الاسم نايف راشد الأحمري، بكالوريوس تقنية معلومات، كلية الحوسبة المعلوماتية بجامعة السعودية الإلكترونية. أعمل في مستشفى الحرس الوطني، شؤون الصحية بالحرس الوطني، كأخصائي حاسب آلي في قسم الـ ISD، قسم نظم المعلومات في المستشفى. حلم وتحقق بالنسبة للـ Information Technology والحاسب الآلي بشكل عام، لأنه كنا نبحث عن التخصص هذا وكنا ما نجده، وكنا نجده في جامعات، وتكون الجامعات هذه ما هي أبروف ولا معتمدة عندنا في المملكة العربية السعودية. فالحمد لله كان حلم ومتنفس في نفس الوقت، فالحمد لله سبحانه وتعالى على فضله وعلى افتتاح هذه الجامعة وعلى يعني دخولنا هذه الجامعة إن شاء الله وتخرجنا الحمد لله. الاسم محمد بن خالد عثمان طولة، خريج الجامعة السعودية الإلكترونية قسم تجارة إلكترونية. 25% من الدراسة طبعا تعليم تقليدي اللي هو لازم نروح نحضر مع الدكاترة وجه لوجه، لكن 75% افتراضية، والافتراضية هذه ما هو دكاترة فقط، بيدرسون دكاترة طبعا من فرع الرياض، يدرسوا جميع من فرع الدمام، يدرسوا المدينة وكذا كفروس، كذلك في دكاترة من برا، من امريكا بالذات، جامعه اوكلاند، جامعه فرانكلين، دكاتره بروفيسورات من هناك بيدرسونا، وبيدرسونا يعني الحاجه اللي هي هم بيدرسوها طلبتهم في جامعاتهم. فيعني هذه ميزه ما هي موجوده يعني في كثير من الجامعات، هذه ميزه تتميز بها الجامعه السعوديه الالكترونيه. اسمي عادل حمود العمري، اعمل في شركه طيبه لتطوير المطارات، انا مشغل انظمه في نظام العفش،
وأنتمي لكلية العلوم الصحية تخصص Health Informatics. لو عاد بي الزمان إلى الوراء كنت حختار الجامعة السعودية مثل ما قلت لي سببين. السبب الأول هي المعرفة اللي اكتسبتها من الجامعة جدا غيرت في شخصيتي وفي سلوكي أيضا. والسبب الثاني اللي هو الفلكسبيليتي تبع الجامعة، إنه خلاص يوم فيس تو فيس ويوم فيرتشوال كلاس. أحمد سيد سادات، خريج كلية حاسبة المعلوماتية فرع المدينة المنورة، تخصص تقنية معلومات Information Technology. وأنا اليوم أكدت حرفياً من الجامعة السعودية الإلكترونية لم تمنحني الشهادة فقط، شهادة ورقية فقط، بل إنها أعطتني مهارات وظيفية، مهارات تقنية، مهارات كثيرة جداً يصعب علي ذكره. وهذه كانت رؤية الأستاذ دكتور عبد الله الموسى حفظه الله. اسمي ماشي سفر الحربي، أعمل في إدارة الإمداد الطبي بالمدينة المنورة، طالب في كلية العلوم الصحية تخصص معلوماتية صحية. يعني التوصيات اللي أوصيها للطلاب الجدد إنه إذا حاب إنه يتعلم فالجامعة السعودية هي أنسب مكان له، فلأنه هنا عندك تخصصات كثيرة، عندك الهيلث انفورماتكس المعلوماتية الصحية، وعندك الاي تي، وعندك التجارة الإلكترونية، هذه كلها يعني تخصصات حتى مفيدة لجهة العمل وسوق العمل. أنا علي خالد السعودي، أشتغل في شركة الماردة الدولية شيف تكنولوجي أوفيسر وآي تي مانيجر الحمد لله. طبعاً ما حصلت على هذه الوظيفة إلا بعد ما تخرجت. طبعاً أنا خريج كلية الحوسبة والمعلوماتية تخصص آي تي. طبعاً الجامعة لها بارتنرز كثيرة، كانت جامعات في أمريكا. طبعاً إحنا درسنا تحت الجامعة فرانكلين، كمان درستنا مادة الأوبريتنج سيستم. هذا الشيء يعني خلى يحس الطالب زي كأنه هو مبتعث هو في بلاده الحمد لله. اسمي علي محمد القضاء، أعمل في شركة الثمرة الفاخرة. كنت قبل ما أدخل الجامعة وأكمل الجامعة كنت أعمل في قسم السكرتارية، والحمد لله بعد ما نلت درجة البكالوريوس في الجامعة ترقيت لقسم تقنية المعلومات الحمد لله. وأنا خريج الدفعة الأولى من الجامعة السعودية الإلكترونية 2016، في تخرجت من كلية تقنية المهارات اللي استفدتها من الجامعة السعودية الإلكترونية كثيرة بصراحة. منها أولا مهارة اللغة الإنجليزية، التحدث والكتابة من خلال البرنامج اللغة الإنجليزية الذي يعني أخذناه في السنة التحضيرية. بعد ذلك جتنا مهارات كثيرة مثل مهارة البحث وإيجاد المعلومة، مهارة التحدي، كان موضوع تحدي جدا أن أنت كيف توصل للمعلومة وكيف تفهم الدرس بنفسك. هذه مهارة أنك تبحث وتتعلم، مهارة جدا كبيرة وتشكر عليها الجامعة لأنها فتحت لنا آفاق كبيرة حتى على المستوى الشخصي ومستوى العمل. أن أنت ما تكتفي بمصدر واحد أو تكتفي بالدكتور فقط، لا، لازم تبحر وتتعلم أكثر وتدور أكثر. فهذه كانت من أفضل المهارات اللي تعلمناها في الجامعة. أيضا مهارة مهمة جدا وهي تقسيم الوقت والتوافقية في الوقت، تنظيم الوقت ما بين العمل، العائلة، الجامعة، هذه كلها كانت مهارات كنا نفتقرها أو ضعيفين فيها وتطورنا فيها من خلال انضمامنا لبرنامج البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية. اسمي رويد إسماعيل صفطة، أعمل في شركة موبايلي كمساعد مهندس في تشغيل وصيانة الشبكة. أنظر للجامعة السعودية الإلكترونية بأنها حتكون يعني مصدر رئيسي للطلاب، بالذات الطلاب اللي ما لقوا فرصة في الجامعات التقليدية، فحيكون لهم فرصة إنهم يطوروا من نفسهم ويأخذوا شهادات ويفيدوا المجتمع بها. فهد ناصر القحطاني، من كلية الحوسبة والمعلوماتية تخصص تقنية معلومات، حاليا أعمل في القوات البحرية موظف مدني فني اتصالات والإلكترونيات. قبل الجامعة أحس أني زي ما تقول عارف أشياء كثيرة، ولكن تفاجأت بعد ما خلصت الجامعة أني طلعت بحصيلة علمية أقدر أقول أنها ممتازة. التعامل مع التقنية والتعامل مع التطور الحديث واستخدام وسائل التواصل والعمل مع الزملاء كفريق واحد، صراحة هذا
شيء فادني، لأن زملاء ناس كانوا يدرسوا زي ما تقول فريق واحد، لا في وسائل التواصل ولا في الجامعة، فكان فيه تفاعل بين الطلاب بشكل غير طبيعي. اسمي علاء سمير السباعي، أشتغل في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، وهو جهة حكومية مؤسسة من قبل شركة البترول، عفوا وزارة البترول، ومجموعة من الشركات الحكومية. أعمل بها كمستشار للصحة والسلامة والبيئة في المجال. أنا خريج معلوماتية صحية، بكالوريوس معلوماتية صحية، فرع أو قسم العلوم الصحية فرع الدمام. بصراحة أنظر لها، طبعاً النظرة اختلفت أكيد من أول ما دخلت للجامعة وأول ما قرأت عن الجامعة وحالياً. الجامعة بصراحة هي من أقوى الجامعات اللي أنا شايفها حالياً، قاعدة تستقطب أجيال كثيرة، شباب ناشئ أو شابات ناشئات. بصراحة دراسة جداً ممتازة، أنا أنصح أنه الالتحاق فيها سواء كان من التطبيقات العملية الموجودة في الجامعة هنا أو التطبيقات النظرية، إحدى من أقوى الجامعات الموجودة، وأتوقع إن شاء الله بعد فترة من الزمن وقريب جدا حتكون تنافس الجامعات العالمية بإذن الله تعالى. فأتمنى للجميع التوفيق والنجاح، ويعطيكم ألف عافية يا رب على كل حاجة تسووها.